السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلت، وأبرأ إلى الله وإليك منهم. يا أبا عبد الله، قال: قد برز لعلي الأكبر ما يخاف على علي من. لذلك توجهت الأم بدعائها وهي بهذا الحال: أنا الربيت تعب وياك، وين أنا الربيت تعب وياك، وينه وينه يا من نور النبي الهادي بجبينه. تقول له: يا ابني أنا الربيت تعب وياك، وينه وينه يا من نور النبي الهادي بجبينه. اسمع حش تقول، اسمعها. قل لي: يا ولي ايدي اعلموا دك رافقت يا ابن الضعين. انا ايش عندي غيرك؟ اعلموا دك رافقت يا ابن الضعين، تفجعني بارض غربه يا الاكبر. تقول لك: كل ام اريد احضرك للمصيبه، كل أم الولد سلوى عمرها ولجلة تشوفها يكبر صبرها، شو تريد الأم؟ تحسب يحفر بإيده قبرها، تحسب يحفر بإيده قبرها، وأنا بكربلاء أحساب تغير. تقول له: يا وليدي من طلعت، يا وليدي الدنيا بعيني، الدنيا بعيني من غمضت ظلمة. والله كلمة توجع هاي، والله كلمة توجع. الدنيا بعيني من غمضت ظلمة، وياه الكل صباح يقول لي يمه. يا وليدي يا حبيبي، الدنيا بعيني من غمضت ظلمة، وياهو كل صباح يقل لي يمه: ليش القلب من عندك تحرم؟ يا ابني على الفراق شلون اقدر؟ نظرت اليه تقول له: مو هذا، مو هذا يا نور العين يومك، حسافة تغيرت يا ابني رسومك، أنا صبغت الشعر من طاهر هدومك، وحيد وراح من الله أكبر. ذهب علي الأكبر، هذا كان ويا الأم، كان ويا أمه، تعال ويا أبو. الوقفة
أرد أحضرك بعد الوقفة للوداع وياك صعبة الوقفة يا بويا للوداع وياك صعبة ابن الموت من عندي طلبة شلون أبو علي شرح يوصف أبو علي منو مثلي اسمعها منو مثلي اللي يقدم بيده قلبه منو مثلي اللي يقدم بيده قلبه تخذ مقبال عينه سيوف مي يا ابني اسمع الأبو شي يقول يا ابني تروح عني يا ضوى العين وشنه خلاف الأكبر ظلت حسين وفرقتك راح يعمى عيوني البين يا ابني شيحمل فراقك علي أودعك يا ثمر عمري بيا روح ويا مذبوح ودع مثلي مذبوح شلون بهالوضع عن عودك تروح وظل أنا لوحدي بالغابري يقول لي يا ابني تريد تروح يا ابني شي ظل عندي يا هيبة أبوي ونور جدي أهون عليكم بغربة أظل وحدي لكن حكم الدهر هذا شبدي رجع علي الأكبر منتصراً من جولته وقد حاز بانتصار ثم وقف أمام أباه الحسين أبا يا حسين قال قل يا نور عيني قال أبا هل من شربة من الماء أبا هل من شربة من الماء العطش أذاب فؤادي والحديد أثقل ظهري فهل من شربة من ماء أستعيد بها القوى على المعركة قال بني علي ضع لسانك على لسان قال أبا إن لسانك كالخشب اليابس يبني يا علي الماء يبني يا نجيب أنا مني أنا جيب وقلبي مثل قلبك لهيب والله قلبي مثل قلبك لهيب أصبر يا علي ترى مواعي يدك جريب برز علي الأكبر بعد أن ودع أباه وأمه وعماته وأخواته ما هي إلا ساعة وإذا بالصوت من وسط الميدان أبا يا حسين أبا يا حسين عليك مني سلام الله هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا ثم حملته الفرس إلى معسكر الأعداء فأخذوا يضربونه من كل جانب إلى أن وصل إليه الحسين وانقض عليه كالصاقر وهو ينادي بني علي على الدنيا بعدك العفاوة بني علي أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك يقول لي يا ابني يا علي يا فتشة العين يا ابن صوابك اللي ظاهدك وين
ايدك علي تهيل التراب والله تهيل التراب وترد عني يا ابويا وحشة الغير ثم صاحه ببني هاشم احملوا قتيلكم فحملوه الى المخيم جاءت امه رمت بنفسها عليه تقول له يا ابني انا ردت اياك نعشي علم دونك تشيل والله تشيله وتراب اللحد بيدك تهيل يا كوكبا ما كان أقصر عمره حسين حسين على الأكبر تهدم حيله حسين على الأكبر تهدم حيله وما قدر من المعارة يشيله وما قدر من المعارة يشيله يا الأكبر يا الأكبر حسين على الأكبر تهدم حيله حسين على أكبر تهد وما قدر من المعارة يشيله ما قدر من وياك يا الأكبر يا بعد بعد يا وين ضربتك وينها وياي يا الأكبر وياي حسين على أكبر تهدم حيله حسين على أكبر وما قدر من المعارة يشيله ما قدر من حسين حسين على أكبر حسين على أكبر وما قدر من المعارة يشيله ما قدر صوتك صوتك يا الأكبر مد مد حنة حنة يا الأكبر للشباب للشباب يا الأكبر بعد بويا بعد للعراق للعراق حسين على أكبر تهد حسين على أكبر ما قدر من المعارة يشيله ما قدر صوتك صوتك حسين على أكبر حسين على ما قدر من المعارة يشيله ما قدر صوتك صوتك يا الأكبر بارك الله فيك صرخة صرخة ضب إيدك ضب إيدك بعد يا الأكبر ساعد الله حسين بمصاب الولد ساعد الله حسين بمصاب الولد راح من الأكبر وحيل رقد راح من الأكبر وحيل رقد من غدر دنيتش يتحمل بعد من غدر دنيتش يتحمل من غدر دنيتش أخذت ابنه وما أدريش تخليله أخذت ابنه وما أدريش تخليله يا الأكبر صوتك صوتك إيدك وصوتك
حسين حسين على أكبر تهدم حيلة حسين على أكبر تهدم وما قدر من المعارة يشيلة ما قدر صوتك صوتك إيدك إيدك يا الأكبر الله يوفقك الله يقضي حاجتك ضب إيدك هدا يمسح من وجه ابن الدم هدا يمسح من وجه ابن الدم خايف يحركة ويجرح يلجمل تمدد بطولة وصرخ يا فاطمة تمدد بطولة وصرخ يا فاطمة تمدد بطولة وصرخ يا فاطمة وصاح ابن بكربلة لحقيلة صاح ابن بكربلة لحقيلة يا الأكبر وينها ايدك وينها صرخة صرخة يا الأكبر حسين حسين على أكبر تهدم حيلة حسين على أكبر تهدم ما قدر من المعارة يشيلة ما قدر حسين حسين صدق حسين على أكبر تهدم حسين على أكبر تهدم ما قدر من المعارض شيله ما قدر شنو جوابك يا الأكبر يا الأكبر يا الأكبر يا الله بعد يا الأكبر ضب إيدك ضب هدا يمسح من وجه ابن الدماء لخادم الحسين وسام الشويلي بعيده يمسح من وجه ابن الدمى خايف حركة ويجرح يلجمه تمدد بطولة ونده يا فاطمة تمدد بطولة ونده يا فاطمة بعد تمدد بطولة ونده صاح ابن بكربلة لحقيلة صاح ابن بكربلة يا الأكبر بارك الله بك يا الأكبر صرخة صرخة يا الأكبر ثورة ثورة يا الأكبر قب إيدك قبها حسين على أكبر تهدم حيلة حسين على أكبر تهدم حيلة